الفقهاء يقولون لو أنه ذبحها من قفاه البهيمة أو الحيوان، لو ذبحه من قفاه فإنه لا يحل إلا إذا وجد فيه حياة مستقرة، لهم تفصيل في ذلك. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ما المقصود من التذكية؟ المقصود من التذكية تطيب اللحم بخروج هذا الدم من هذه البهيمة حتى لا يفسد لحمها. فيقول إذا ذكيت من القفا فخرج الدم الأحمر ليس الدم الأسود، فإنها تكون هذه البهيمة حلالاً.